مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. ونرحب بمشاهدينا أيضا على منصة شاهد. الكل يترقب يقول وش اللي بيصير الآن. احنا اليوم 28 باقي 29 أوغست باقي 29 28 اليوم تكرة 29 30 31 باقي 3 أيام على إغلاق التسجيل. وحتى الآن الجمهور يترقب القرار اللي راح تتخذ المحكمة الرياضية في موضوع الهلال أنه رفع طلب لتعليق أو تدابير وقتية تعليق العقوبة حتى يتم حسم الأمر. أنا الحقيقة يعني استشرت يعني من هم مطلعين على هالملفات وعلى هالوضع. تأخير المحكمة الرياضية قرارها في تعليق العقوبة على الهلال يعني هذا واضح جدا أنه مقدمة لتطبيق الإيقاف. اللي باين أن الهلال راح يوقف لكن فترتين ما ندري حتى الآن الموضوع مش واضح. بس أنا أعتقد مدام بقى 3 أيام والمحكمة الرياضية لو كان في قرار إيجابي بيطلع ما أعتقد أنهم بيعطونك 72 ساعة. يعني أكيد واضح أنه تم تأخير الموضوع لأنهم عارفين وش اللي بيتخذونه. المتوقع أنه بكرة أو الليلة يعني يا الليلة يا بكرة بالكثير. طبعا ما راح يطلعون القرار يوم 31 عاد تصير هنا تصير زي سالفة ليلة العيد لا ولا زي سالفة الجمعة لأنه القرارات في هالقضية طلعت في أوقات عجيبة. المتوقع يا الليلة كذا 12 واحدة الفجر بيان فجأة طالع لك يقول لك أنه تم رفض مش عارف إيش وتطبق العقوبة ولا أنه يعني يطلعونها بكرة الاثنين بالكثير. يعني يوم الاثنين بالكثير يكون طالع القرار. بس واضح انه يعني ان الهلال راح يتعامل مع الموضوع مستعد لكل الحالات. محمد البكيري يعني انمار الحايلي يرى انه نادي الاتحاد جت قضيه اسامه المولد قضيه محمد نور قضيتين الفهد المولد 4 أو 5 قضايا متعلقه بالمنشطات نادي الاتحاد. يرى انمار انه الاتحاد ما يتحمل حاله خامسه عشان كذا قال لك الأسلم. هل تتفق أنت مع الرأي هذا؟ والله شوف هو بالنهاية طبعاً يعني مو قضية أنه أحد يشكك في الكابتن فهد الله يوفقه وإن شاء الله يعني شاء يستمر في الملاعب لكن الاتحاد ما عاد يتحمل. هو في النهاية ترى الاتحاد كثير برضو على برضو الاتحاد تاريخه 4 حالات حقيقة. هو قدم عرض حتى الفهد برضو عند يعني الاتحاد قبل المشكلة حقت فهد الثانية في موضوع المنشطات. تعب العرض كم اللي كان الفهد مقدم؟ 9 مليون ريال. 9 مليون ريال وممكن كان اللاعب طالب أكثر هو لكن كان 9 مليون هي يمكن نقطة الالتقاء بين الطرفين في كإدارة ونادي. كان بيعطى عرض يمكن ما حد يأخذ في الاتحاد في سنوات العشرة الأخيرة. الشباب قدم له عرض أقل بكثير من هذا. لا أنا أقول لك فالعرض الثاني ما كان بديل للشباب. العرض الثاني اللي كان من الاتحاد قدم لفهد الحين الآن بعد رفع الإيقاف كان 5 مليون ريال. 5 مليون ريال بس كيف يعني أظن 3 مليون ريال كمبلغ قيمة عقد 2 مليون مميزات. مميزات هذه ليش الاتحاد وضع المميزات؟ تحسب لأي حاجة تغيرات اللاعب سلوكيات اللاعب التراجع في المستويات يعني تقدم له عرض كأنك تقول له 5 مليون يعني أداه 5 مليون ريال العرض. إيش أعطاه الشباب؟ هل أعطاه 5 مليون فقط مبلغ ولا أعطاه شيء؟ في النهاية الاتحاد أعطى عرض رغم مقابل أنه كان في عرض عالي جدا حقيقة كان في الاتحاد. كان الشباب الحين لما يوقع معه ما راح يستفيد منه إلا بعد 4 شهور يعني. ما انا اقول لك على ما يتجهز المنتخب وكاس فهد العالم. المولد واحد من اهم المواهب اللي في الكره السعوديه لكن فهد المولد اكثر لاعب ظلم نفسه. ظلم نفسه هي بتصرفاته لانه لما تيجي تقارن اقرانه من اللاعبين اللي ظهروا معاه مثلا في موسم 2013 الى اليوم احنا نتكلم 2022 شوف فين هم وصلوا شوف فهد فين وصل شوفوا هم وصلوا كيف من حيث المستويات ولا من حيث العطاء ومن حيث الالتزام ومن حيث التصاعد في المستويات ولا شيء. لكنه فهد يعني موهبة حقيقية لكن ظلم نفسه كثير جدا بدليل أكبر مقياس اللي يعني ما في مدرب اللي قدر موهبته ما في إدارة اللي قدر موهبته منتخب قدر موهبته. شيخ مع أم ضد هذا بدر يعني بتلخيص الحدث
وان كان ارتجالي، يعني هو ارتجالي ان كان من الشركه او ارتجالي من اداره الملعب او المشغلين له او ارتجالي من نادي النصر، في النهايه فوضى، فوضى ان تتصرف من تلقاء نفسك دوننا. يعني الشعور في لحظه انني امام دوري يصل الان ما يصرف عليه اكثر من مليارين وثلاثه مليارات في مجموعه، فوضى. نلخصها ببساطه، هذه فوضى، والاكثر من فوضى من يبرر لهذه الفوضى، واللي اكثر منها اللي يقول يعني سوات، يعني تنعاد المباراه. يعني سمعنا من اللي يقول ايه ايش يعني تبون تعيدون المباراه نعاد، ومن يفترض من مسؤولين، يعني ترى مش مسؤول اداري، مسؤول اعلامي، مسؤول، لا لا، هذه فوضى. واللي يسمحون لي ايضا المسؤولين في رابطه دوري المحترفين، احنا ما شفنا موقف رسمي، يعني حتى الان احنا كاعلام ما ندري هل هذا يندرج تحت لائحه الانضباط ويحسب على نادي النصر، لا، او هذا تصرف يحسب على الشركه التي تدير الملعب والمشغله له، هل هذا مقبول؟ احنا اليوم كل اجتهادات ان المراقب قال او المراقب ما قال، ومصادر تؤكد، لا، يفترض ان يصدر بيان في حاله غير مسبوقه في تاريخ الدوري، ان يصدر بيان لفت نظر او تبيان، او ان تقول لا الحدث صحيح وجميل واحنا موافقين، ولا تكبرون الموضوع. في النهايه ما تقعد انت يا رئيس رابطه دوري المحترفين ويا المدير التنفيذي متفرجين. كيف المدرب مع الشباب؟ بدري الحكم عليه، لكن كل يعني انا اقول ادوات النجاح متوفره له، لاعبين اجانب مميزين شفناهم في اول مباراه، وان كان الخصم ما هو مقياسه وعنده ظروف، لكن زي ما يقولوا تبان في مؤشرات جيده، لاعبين اجانب مميزين، شفنا ارون سالم واحد من نجوم الجوله، سجل هدف وصنع هدفين، عنده اسماء محليه، كيف راح يدير المجموعه؟ كيف راح يتعامل معها؟ اتمنى باذن الله انه يتوفق، لانه الصفقات ما راح تكتمل بمدرب غير جيد. أتمنى تكون الإدارة وفقت في هذا المدرب، وبدون شك الفترة الجاية والجولات المقبلة راح تكون فيها اختبارات حقيقية للمدرب. الموضوع هذا يعني أخذ فترة في الإعلام، لكن اللي حاب أقوله يعني من باب الاحترام ومن باب التقدير لإدارة نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد، أول شيء أشكرهم على هذا الاهتمام. يعني ما حصل الموضوع وما ما كتبت إن أنا أكون معاهم، لكن في النهاية أنا ولد نادي أبها وابن من أبناء نادي أبها، مستحيل يجي يوم من الأيام إنه أنا أتمرد أو أحاول إني أسوي حاجة غير يعني غير الشيء اللي أنا تعلمته وتربيت عليه. يعني المدرب شرح لي وجهة نظره وأنا بديت رغبتي في البداية، لكن إحنا في يعني زي ما قالوا في مركب واحد، المدرب أعطاني وجهة نظره وأقنعني، وأنا قلت له أنا تحت أمرك، كلمت الرئيس اللي هو أبو خالد، قلت له خلاص في النهايه يعني انا واحد من ابناء النادي، سواء بقيت او رحلت الامر واحد بالنسبه لي، وانتهى الموضوع ان انا ابقى في هذا النادي، وبالعكس انا مرتاح ومبسوط، اللهم لك الحمد، وهذا الشيء يعني ينعكس علي داخل الملعب مع اخواني اللاعبين، اللهم لك الحمد. الموسم هذا راح يكون غير، احنا تعاهدنا مع بعض واجتمعنا اكثر من اجتماع واكثر من مره، يعني اظهرنا طموحنا واظهرنا رغبتنا ان احنا الموسم هذا يكون موسم غير النادي ابها، ويعني لنا احنا كلاعبين، لأن المنطقة بكل صراحة تستحق. يعني نشوف احنا ما شاء الله تبارك الله الموسم اللي راح نادي ضمك، يعني لازم يعني لابد احنا كنادي أبها لازم نكون يعني في نفس النطاق أو أفضل، فهذا الشيء اللي احنا راح نعمل عليه إن شاء الله، وبإذن الله راح يشوفون اللي يسرهم إن شاء الله الموسم هذا. أنا أشوف المصائب في الاتحاد لا تأتي فرادة، يعني قضية حمد الله وما انتهت عليه من نتائج، واليوم قضية الشنقيطي ممكن هي تبرر لنا خروج أو استقالة حامد البلوي ومشعل السعيد اللي الكثير تحدث عنها. لا زالت في قضية ثالثة، قضية أحمد شرحيلي، اللي إلى اليوم لجنة الاحتراف ما بتت فيها قضية شرحيلي وشكوى الشباب. بصراحة يعني أنا أشوف أنها خسرانة مني. كيف؟ والله مني خسرانة القضية، خسرانة للشباب ولا الاتحاد؟ طبعا خسران للشباب، اللي خسر حمد الله وخسر شنقيطي ممكن يخسر برضو قضية شرحيلي، عشان كذا لجنة الاحتراف لابد انها تحسم، بدا الموسم وبدا اللاعب يلعب وفترة التسجيل ممكن تغلق. انا يهمني نقطة واحدة، هذه رسالة لكل اللاعبين، ترى اللاعب المنتخب شرف كبير، ولا في تهاون. في السابق كنا نسمع عن انه في لاعب ادعى إصابة وفي لاعب سوى انه مصاب وما جاء المنتخب، لا المسؤولين حريصين على هذا الملف، وعقوبة شنقيطي بدون شك رسالة للجميع، للأندية
وللاعبين. اتمنى انه اداره الاتحاد تكون استفادت من الاخطاء السابقه وتتجاوز مثل هذه الامور. نقطه نظام، خلينا نسمع صوت الجمهور. ابرز حدث في الجوله الاولى من دوري روشن حركه اندرتيكر، تطفيه الاناره في ملعب الجامعه. بالنسبه لهذا المولد نقول الله يوفقه من قلب اتحادي، وخطوه ايجابيه حتكون في صالح في هذا المولد وفي صالح المنتخب قبل الدوري. امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام اخوي ابو بدر. الآن نقول إحنا كاتحادين لفهد المولد الله يوفقك ويسهل أمرك، خروجه كان خروج محترم جدا، مو زي خروج غيره، وظنك فاهمني يا وليد زين. السلام عليكم، هذه موجهة لتركي الغامدي. لو النصر متعاقد مع فهد المولد والله ما يخلي عيب اللي يحط فيه. بالطبع يعني مشجع نصراني متعصب وكل شيء، من اليوم ورايح راح نطلق على فريقنا فريق ابو لمبه. بسم الله يا ابو بدر، لي طلب خاص. شفت الرجال اللي يتكلم هذا؟ اي هذا يا ابو بدر، الله يخليك يا ابو بدر. لا يتطرق لموضوع تطفيه النور لانه هو خلقه هنا مع النصر. هو عندي انا هنا اصلا، يعني هو واقف عليكم، انا اصلا غاص فيه، ها يبيني فوار. تحمل خلنا نروح فاصل بس ونرجع. خالد شكرا لك. شكرا يا حبيبي، حلقه سريعه ما شاء الله. شكرا جزيلا. لا ابو خالد غرم، انت توك ابو خالد. قول يسار قول يمين، هذا ابو خالد القديم. شكرا لك استاذ غرم. سريع، هل في عروض للاعب زياد المولد؟ هذا في واحد يسال على الهاشتاج. ابو بدر، امر زياد الان عند اداره نادي الاتحاد، طبعا استنى توجههم بالضبط، احنا يعني بين الايادي زي ما يقولون، ولكن القرار عندهم لسه ما بلغونا بشيء صراحه. شكرا لك، يعطيك العافيه محمد بكيري. شكرا لك، حلقه سريعه. شكرا لك، بكره موعد اخر، تمسى على خير.